قال باب ما جاء في الكهان ونحوه. سبحان الله، شوف يرتب لك ما أجمل هذا الترتيب. السحر حتى تعرف من هو الساحر وأنه كافر كفر أكبر، وبعدين أنواع السحر، لأن الآن أنواع كثيرة جدا، رسائل انترنت مواقع فلاو. بعدين أراد أن يبين لك من هو الساحر، من هو الكاهن، من هو العراف، من هو المنجم، كل من يتكلم في علم الغيب وكيفية إتيان هؤلاء. لا تظن الإتيان فقط تأتي تجالس وتتصل تشتري المجلة اللي فيها أبراج، انتبه، شراء المجلة يقول الشيخ صالح على الشيخ شراء المجلة محرم. تنظر فقط في البرج، لا تقبل لك صلاة 40 يوم، تصدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في ثواني، قد لا تصدق اليوم، يحدث مع هذا الشيء بعد يومين قال سبحان الله هذا اللي قرأت، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أداد أن يبين لك من هم وحكم إتيان هؤلاء. قلنا الإتيان المجرد لا تقبل له صلاة 40، يصدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكيفية الإتيان، اتصال، قراءة الرسائل، المجلات، قراءة الكف، الفنجان، الدخول على المواقع، مشاهدة المواقع سواء كانت في التلفاز أو في الانترنت أو في غيرها. نعم، الأخير أراد أن يبين لك أن السحر إذا وقع كيف يحل، كيف نعالج السحر. فقال باب ما جاء في النشرة. في النشرة يعني حل السحر عن المسحور. النشرة يقول ابن القيم تنقسم إلى قسمين، علاج السحر، إما بسحر هذا من عمل الشيطان مخالف للكتاب والسنة وأقوال الصحابة وسلف الأمة في تقويل السحرة، تضعيف التداوي بالقرآن فيه. يا أخي كيف تذهب؟ قال هذا العلاج مضمون 100%، وهذا العلاج مضمون 1%، بالله عيالك تأخذ؟ ليش تذهب إلى الساحر وتترك القرآن والقرآن 100% شفاء؟ ثم ما يمكن أن الساحر هذا يعالجك، الساحر الثاني المعالج، إلا بالشرك بالله. ثم يعالجك الثاني يوضع لك سحر. طب كم سحر صار عندك؟ أول سحر واحد، زاد لك سحر على السحر، ما استفدت شيء. ثم تصبر ويكون لك الجنة، صح؟ قال ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال نعم. قال هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أسرع وتكشر. قال إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت على التوحيد ولك الجنة. عجب في هذه الأيام أننا إذا رأى واحد منا مبتلى يقول مسكين ما يستاهل. ليش؟ لماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى إذا حب عبدا ابتلاه، صح؟ فمن رضي فله الرضا، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. لكن ما ليس معنى هذا تتمنى البلاء، لا. وعندنا بعض الناس يقول فلان مسكين، مسكين يعني هذا أرحم به من الله ولا التوحيد، يقول ما تستاهل. أعوذ بالله، يقول والله ما بيدي شيء. أنت عارف الحكومة الدولة وعارف الموضوع، ما في داعي نتكلم. كان يقول لهم تسخط، اعترض على قضاء القدر، أكفر ولا أحد ينكر، صح؟ صحيح؟ نعم، يأتينا إن شاء الله. إذن أبواب 4 مرتبة بإتقان: السحر، أنواع السحر، من هم، وكيفية الإتيان وحكم الإتيان، والعلاج بثلاثة أشياء. هذا مشروع وغيره ممنوع: رقية بشروطها، دعاء، أدوية مباحة، شرب العسل، الحجامة مثلا. بعد هذا انتقل إلى موضوع خطير جدا كثير من يقع فيه إلا من رحم الله. قال باب ما جاء في التطير. التطير هذا لا ينتهي، تطير تشاؤم، يتفاءل. لا، عندنا فاءل وعندنا تطير. يتشاؤم بايش؟ بمرء يرى اشياء، كلب كرمكم الله، بومه، او يسمع اشياء، صوت كلب، صوت حمار، او معلوم ازمنه وامكن. يتطير بعض الاشياء يقول اعوذ بالله، فلان شراره، فلان منحوس، صح؟ فلان والله ما اسافر معه قط، انا ما امشي في هذا الشارع، حصل لي حادث.
وحدث ولا حرج عن التطير كثير جدا. المهم فقط من الأوقات رجل عندنا خرج من السعودية للعراق. العراق كانت في القديم ملكية القديم. وهذا سبحان الله رجل دخل العراق خرج من العراق حصل انقلاب وتبع هذا الملك. فعندنا رجل من الأمراء قال لي هذا قال أنت شو مع العراق؟ قال السني على اليهود ذكي ما يستطيع يرد عليه إلا بهذه الطريقة. قال السني على اليهود أقضي عليهم بدون دبابات ولا صواريخ ترتاح منهم مثل ما ارتحنا من العراق. قال هذا أمر ليس بيدي. صح يا أخواننا الموحد ما يتطير. شال اتصال آخر الليل مفهوم قال الشيخ ساعة 2 في الليل اتصال الوهد بشر يا أمي. صح يتفاعل ولا يتطير؟ لو تطير ما هو موحد ترى. معليش أسفين فهمت؟ لماذا تتشائم؟ لماذا تتطير؟ موحد ما تتطير أبدا دائما متفائل. فعندنا فعل وعندنا تطير. حتى البعض يعني يسمي يضع أسماء تطير يعني الزوج يكتب المهم أسماء في الجوالات مصيبة. صحيح والله المهم وزارة الداخلية ليش يا أخي لما وزارة الداخلية والله ما شفنا إلا منها كل خير الحمد لله يا الحمد لله. ليش تتطير؟ ليش تتشائم؟ يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمة في أول الدعوة أول شيء حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ورقة بن نوفل رضي الله عنه ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليتني يكون فيها جذعا حين أخرجك القوم. تطير؟ قال والله ما استطيع ادخل هذا الباب. ها تشاء كل الأمة انقلبت ضد النبي صلى الله عليه وسلم. صح اي انقلبوا عليه بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم أقرباء عودي أوذي لم يتطير. ايش موحد تفاعل مفهوم اي نعم. الفعل حال الموحد التطير حال مشرك منافق. الفعل حسن ظن بالله التطير سوء ظن. الفعل مستحب التطير شرك أصغر قد يصل إلى الأكبر. الفعل انشراح للصدر دائما شريح الصدر. التطير انقباض للصدر. كيف الحال؟ قال الحمد لله. إيش الأخبار؟ قال بخير. كيف الأسعار؟ قال الحمد لله. يا رجل ارتفعت الأسعار؟ قال الحمد لله في نعمة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كذا. قال نخفضها بالتقوى الحمد لله احنا في نعمة. والله نعم مو نعمة صح. وبعض الناس متسخط يباك انت تسخط صح يسب ويشتب نسأل العافية السلام. إذا حال الموحد ايش دائما ما حد شائم عندنا. وبعض الناس قال والله فلان يضحك. قال الله يكفينا شر الضحك. ليش؟ لأنه بعد الضحك تأتي المصيبة. يعلم الغيب عندنا من يعلم الغيب صح؟ لأنه يضحك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وما قال أحد الله يكفينا شر الضحك صح؟ وبعض الناس قال خير يا طير تطير شرك أصغر موجود؟ وبعدين قال عرفنا التوحيد صح؟ وبعض الناس قال أعوذ بالله فلان دخل صح؟ أعوذ بالله هنا تطير صح؟ اي نعم ما يتطير الموحد ما يتطير. موحد ايش؟ تفاعل مفهوم. الشرك اصغر واحنا لا ندري. وبعض الناس يقول والله نفسي مقبوضه حاس ان اليوم المصيبه قريب تجي يعني قبل الظهر يمكن جاي ان شاء الله. صح موجود. وبعض الناس يتطير بايش؟ بالقران. بالقران يتطير نعم. يبغى يتزوج مترددة تزوج ولا يفتح القرآن إذا وقع النظر على آية فيها رحمة قال توكلنا على الله. إذا وقع النظر على آية فيها عذاب جهنم قال أعوذ بالله. تطير بإيش؟ يعلم الأولاد عندنا حتى بقى الكبار. قال أنت تبغى تزوج؟ قال قال إيش سوي؟ تأخذ والدك. والله صدق شركة صار وإحنا ما ندري.
الآن ندف. قال ها تزوجها ما تزوجها، تزوجها ما تزوجها، انتهينا. صح موجود موجود. قال تبغى تسافر أو تسافر، هذا يسافر وهذه ما عنده موجود عندكم، احنا ما الفرق بينه وبينكم الحمد لله. يقول حادي بادي كرومبوس بادي شال وحطه، هذا استقسام بالأزلام، هذا تطيل وهذا شد. يعلم الأولاد هذا صح موجود؟ لا تقول مو موجود، موجود يا رجل موجود صح؟ اي نعم. تطير استقسام بالأزلام، هذا جاهلية موجودة. إذا لابد نتعلم التوحيد ونعلم التوحيد. نعم شيخ. المهم التطير، والله لو نأخذ اليوم من الآن للفجر ما ينتهي موضوع التطير. ملك من الملوك أراد الخروج إلى الصيد، والصيد يعني عند البعض هواية، ويخرج يعني الملك ما يخرج لا بحرس ولا بجنود. الوزير قال للملك أخرج معك للصيد. قال تعال. فعندما أراد الخروج إلى الصيد جرح الملك في إصبعه جرح بسيط. فالوزير قال للملك قال الحمد لله، عجبا لأمر المؤمن، كل أن كل أمره خير له خير. غاضب الملك وقال فرحت أني قطعت، أدخله السجن. فأدخل الوزير إلى وقال مستهزئا للوزير قال سجنت؟ قال نعم. قال لعله خير، استهزاء. خرج الملك للصيد جرح بسيط، وهو في الصيد أمسكوه جماعة من الناس. قال ماذا تريد؟ قال نحن نبحث، لنا أيام نبحث عن رجل نقدم قربان للآلهة. قال أنا ملك. قالوا أنت كبش سمين، أحسن قربان للآلهة، قيدوه. فعندما أرادوا أن يضعوا القيد في يديه وجدوه مجروح. قالوا أنت معين، لا تصلح أن تكون قربان للآلهة، تركوه. تركوه رجع لمن؟ قال والله صدقت، إن قطعي خير. قال الوزير لا أنت الذي صدقت. قال لما؟ قال والله سجني خير. قال لماذا؟ قال لو كنت معك في الصيد أنا لست ببعيد، كنت الآن في عداد القرابين مع الأموات. يا أخوانا لا تتطير، اتق الله. توحيد موحد تفاعل، غير هذه الأسماء، غير كذا، خليك دائما متفاعل. يجيك اتصال آخر الليل ما في إشكال، مفهوم؟ خلاص؟ يمكن. نعم يلا. قال باب ما جاء في التنجيم. التنجيم علم النجوم. عندنا علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير أن يعتقد أن النجوم لها علاقة بالحوادث الأرضية، شرك أكبر، أو يعتقد أنها سبب، شرك أصغر. الثاني علم تسيير، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يستدل بالنجوم على أوقات الزرع، فصول السنة، الجهات، هذا جائز، ومنه ما هو واجب، يستدل بالنجوم على جهة القبلة، مفهوم؟ إذن علم النجوم ينقسم إلى قسمين، تأثير والتسيير. التأثير شرك أكبر أو شرك أصغر، والتسيير جائز أو واجب. قال مرة أخرى باب، قال باب ما جاء في التنجيم. في التنجيم ما لم يقل من الشرك، لأنه منه ما هو جائز أو واجب، منه ما هو شرك أكبر أو شرك أصغر. ثم قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، يعني طلب السقيا من إيش؟ من النجم. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد، يقول ذهب الاستسقاء بالأنواء ومطرنا بنوع كذا وكذا، وجاءت المنخفضات الجوية، قال هذا منخفض جوي مصحوب بنزول أمطار. صحيح؟ إيش علاقة المنخفض؟ المنخفض هو ما ينزل المطر، منزل المطر الله سبحانه وتعالى، لا تقول منخفض جوي ولا غيره، مفهوم؟ أي نعم. مطرنا بمنخفض جوي، هذا تماما كالذي قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا، وقال هذا احنا في فصل ايش مثلا، او امطار تاتي للجزيره العربيه عندنا، قال وسم، ما عليك بالوسم، ايش علاقه الوسم؟ مفهوم؟ وسم ما هو منزل المطر، منزل المطر هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال باب قولي يا اخواننا، النعم ينقسم الناس عند النعم الى مؤمن وكافر. النبي صلى الله عليه وسلم
قال بعد صلى بنا صلى لنا صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني مطر غيث كانت من الليل. فقال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بسبب نعمة. فما بالك نعم، انتبه، حال النعم تنسب النعمة لمن؟ إلى الله. موحد، كيف الحال؟ قال الحمد لله. من أين لك هذا؟ قال هذا من فضل رب، تذل لسانك بشكر المنعم وتفضل، هذا التوحيد. نعم. قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ. خلاص انتقلنا الآن، انتهينا من أعمال الشياطين. أعمال الشياطين السحر، الكهانة، تنجيم، هذا قسم. قسم الثاني التطير أعمال الشياطين، والثالث نظر في النجوم، منخفضات جوية وغيره. انتهينا من أعمال الشياطين، ندخل في أعمال القلوب. أعمال القلوب، الباب الأول المحبة، تحب الله ولا تحب أحد مع الله. كيف؟ كيف تعرف أنك تحب الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبعض الناس ادعي المحبة وكاذب، لأنه أنزل الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله. يحب الله ولا يحب أحد مع الله. طيب أين محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الملائكة الصالحين؟ تحت محبة الله، أحببناهم لأن الله أمر بحبهم. عندنا حب في الله صح وبغض في الله. مؤلف رحمه الله جاء بباب المحبة، وبعد المحبة جاء باب الخوف، لأن السائل إلى الله لابد يجمع في سير الله بين الحب والخوف. حبة و... طيب يقول ابن القيم رحمه الله قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد. قضى الله أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. كل من قدم شيئا على محبة الله عذبه الله به. فرعون قدم محبة المال، قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، جعلها الله سبحانه تجري من فوقي. قارون قدم محبة المال صح، عذب بماله. كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به، قل هذا قضاء الله. وكل من قدم خوف من شيء على خوف من الله خوفه الله به. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذن تحب الله ولا تحب أحد مع الله، تخاف من الله ولا تخاف من أحد، يخافك الناس. لهذا جاء باب المحبة وثنى بباب الخوف. نعم. قال قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أندادا شبهاء نظراء مثلا، يحبونهم محبة مساوية أو أكثر من حب الله، أو يحب الند ولا يحب الله، هذا أعظم الشرك. نعم. ثم ثنى بباب الخوف حتى تجمع في سيرك إلى الله بين الخوف والرجاء. قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. إذا ما يمكن أن نخاف إلا من الله. نعم. خوف سر عبادة وتعظيم. نعم. قال باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بعد أن جاء بباب المحبة وثنى بباب الخوف، الآن أراد أن يبين لك التوكل. ما هو التوكل؟ هو صدق اعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. يريد يحفظ القرآن، قال متوكل على الله، نختبر صادق أو كاذب. نقول هل أنت صادق؟ يقول صادق، واثق أن الله ميسر لك حفظ القرآن. قال والله ما أشك طرفة عين. موسى عليه الصلاة والسلام قالوا له إنا لمدركون، لم يشك طرفة عين. قال كلا
إن معي ربي سيهدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالك باثنين الله ثالثهما، لم يشك عليه الصلاة والسلام. الثالث الأخذ أسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث يعرض نفسه على القبائل منصوب، لكن أخذا بالأسباب يحفظ يراجع. غير هذا بعض الناس هنا وأخواننا انتبهوا، طلب علم ما يمكن يكون بهذه الطريقة اللي نحن عليها هذه الأيام. هذا ما هو طلب علم ترى، إلا من رحم الله، نائم وديوانيات وشاي وقهوة، هذا ما هو طلب علم ترى. طلب علم؟ لا، ما هو طلب علم، ما هكذا طلب السلف. صدق وثقة وأخذ بالأسباب، هذا التوكل. عندنا التوكل ثلاثة أقسام. الأول صرفه لغير الله شرك أكبر، اعتماد مطلق وتفويض جميع أموره إليه، واعتقاد أن بيده جلب المنافع دفع المضار، صرفه لغير الله شرك أكبر. الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار، اعتمد على حي لكن افتقار، يعتمد على السلطان. من أين لك المال؟ نفق. من ينفق على السلطان؟ قال قطع عنك النفق، قال أموت اتشرد يضيع عن أولادي، هذا شرك أصغر. أو إذا قال هذا سبب والله سبحانه وتعالى هو الرزاق، صحيح. الثالث وكالة، ولا يصح أن تقول توكلت على فلان أبدا، ولا يصح أن تقول توكلت على الله ثم على فلان، لا يصح أيضا، بثم لا يصح. توكلت على الله فقط، عمل قلبي ما يصرف إلا لله. يصح أن تقول وكلت أي فوضت فلان، يعني أنا أعلى من المرتبة، يصح. وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العام والخاص، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم حقا أهل إيمان توكلوا على الله لا على غيره. نعم. قال باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لابد أن تكون في سيرك لله بين الخوف والرجاء، تكون في سيرك لله بين، لا تغلب جانب الخوف ولا تغلب جانب، تجعلهما كجناحي الطائر. نعم. قال باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان، يعني بعض الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. لأن عندنا الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وصبر عن معصية الله حتى تجتنب، وصبر على أقدار الله. تصبر على أقدار الله، يقدر الله عليك مرض، فقر، ابتلاء، إيش تصنع؟ تصبر. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، ولكن عواقبه أحلى من العسل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبشر الصابرين وما يلقاه الذين صبروا وما يلقاه الذي حظ عظيم. الشيخ يدخل على المريض في المستشفى تكسر، والسيارة ذهبت، والأولاد والزوجة ماتوا، فيدخل الأخ على المريض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بأس طهور إن شاء الله، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله في قلبه، قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيب المصيب فيعلم أن من عند الله ويرضى وسلم، فيرضى وسلم. ويذكر الآيات والأحاديث مثل ذكرنا من يهد الله به خيرا يصب منه، ويذكر هذا. كيف يخرج من عند المريض؟ المريض يحتسب الأجر عند الله يسليه، صح؟ أما عندنا بعض الناس يدخل على المريض وش يقول؟ يقول مسكين ما تستاهل، وقطعت قلبي وما بليد حيلة. أنا والله أعرف واحد مثل حالتك خاصة في هذا المستشفى، هذه ليست مستشفى، هذا سفاح، هذا ليس بدكتور، هذه مقبرة أصلا ليست مستشفى. والحكومة الله المستعان تتعلم، والآن عندنا كذا وكذا، صح؟ كان يقول له تسخر، اعترض على القضاء القدر. عند طالب من الطلاب قدم في الجامعة وخرجت الأسماء وما قبل، قال والله لم أنم ليلتي، طيلة الليلة أتذكرك وأقرأ هذا الباب. يقول إلى الصبح وأنا أبكي، ولكن الصبر مثل اسمه مر مذاقته. يقول هنا جاء الصبح صليت الفجر، يقول على الجامعة الإسلامية، ويقول جيت عند القبول التسجيل، قلت أريد أقدم في السنة
بعد هذه بعد الأسماء. فهذا أخذ منه الأوراق ونظر فيها وكذا طبقها أعطاه قال امشي. ليش؟ ما في قرآن. مصيبة على المصيبة، يعني لا هذه السنة ولا السنة القادمة. قل وأنا أتذكر. فقال لماذا؟ ما اعترض إلى الآن، إلى الآن الحمد لله يعني ثابت. قال لماذا؟ لماذا لا أقدم؟ قال ما تستطيع تقدم، خلاص انتهى الموضوع. قال لماذا؟ قال إنك مقبول. قال إيش؟ قال مقبول. قال كيف مقبول؟ خرج اسمه. قال اسمك لم يخرج بالخطأ. فالحمد لله. ثمرت إخوان التوحيد تصبر تحتسب الأجر عند الله. لكن البعض ما يصبر، تسخط بلسانه أوف يلهوي يسب يلعن يشتم يكسر صح؟ فحت بالسيارة صحيح؟ كثير هذا. أو المهم، وبعض الناس ما يصبر يرضى، هذا أعلى من الصبر. وبعض الناس يشكر عند المصيبة، هذا أعلى المراتب. عند المصيبة شاكر. كيف؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السجن وطلبوا منه أن يكتب رسالة لأمه. شوف التوحيد الآن، تخيل الشيخ أنك شيخ إسلام وسجنوك ظلما وأردت أن تكتب رسالة لأمك، إيش تقول؟ تقول هؤلاء الحكام، المهم لا يسجل علينا شيئا، هذا الحكام فيهم ما فيهم صح؟ صحيح، وأنه كذا وأنا مظلوم وادعي لي وربنا يفرجها صح؟ ودمعتين. كتب بعد البسملة والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما بعد فما زلنا في ازدياد وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد الأخرى، وقد فتح الله علينا بفتوحات، ولولا ما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطير، وسلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير. هذا وين؟ ها؟ عندنا ناس ما هم مسجونين الآن وهي تسخط، كيف لو سجن هذا الصراع؟ لهذا قال شيخ الإسلام المسجون من سجن عن ربه. هذا عرفت المسجون الآن؟ كتب رسالة لإخواني شيخ الإسلام من السجن، يعني هو في الصحيح ليس بإخواني، هؤلاء من؟ طلاب شيخ الإسلام. في أول رسالة ماذا كتب؟ وأما بنعمة ربك فحدث. هذا وين؟ وعندنا كثير مهم في السجن هو يسب في الحكام يسب في كذا. يا أخي رزقك من من؟ ها؟ من الله؟ موحد؟ وتوكل على الحي الذي لا، هذا التوحيد. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الرياء. الرياء نسأل العافية والسلامة من الشرك الأصغر، يسير الرياء وكثير الرياء شرك أكبر، من أخلاق أهل النفاق، سمي بهذا الاسم على التغليب، يعمل العمل حتى يراه الناس أو يعمل عمل حتى يسمع به الناس. المهم علاج الرياء ما هو؟ الأول التوحيد. لو تعلمت التوحيد حققت تعلمت وعملت ودعوت واعتقدت ما تبالي بأحد في دين الله صح؟ أي نعم. الثاني تعلم الشرك ومنه الرياء، تعلم أنه شرك لذلك تحذر منه. طيب الثالث الدعاء، فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا. الثالث من علاج الرياء، احنا في الثاني في الرابع. طيب الرابع عدم ترك العبادة خوفا من الرياء، لأن الشيطان إما يوقعك في باب الرياء أو ترك العبادة. الشيخ الآن يريد يصلي ركعتين أو يقرأ قرآن وقال خاف هؤلاء يمدحوني، ترك القرآن وقع في الشرك، ترك الرياء ودخل الشيطان في باب ثالث. تريد تعمل تعبد أعبد ولا عليك بأحد، لا تبالي بأحد في دين الله، مفهوم؟ تمام. الخامس زيارة القبور، الزيارة الشرعية صح وخطأ،
لو ذهبت وزرت القبور زيارة شرعية والله ما تفكر في الدنيا في الغالب، إلا نسأل العافية السلامة في هذه الأزمنة خلاص ماتت بعد القبور. والله في القديم ما تستطيع ترى قصاص أو يد مقطوعة أو رجل، صح؟ الآن يا رجل نتفرج كل شيء، صح؟ ولا شيء. وبعض الناس يشرب دخان حتى في القبور ويضحك ويمزح، صحيح؟ والله في القديم ما نستطيع القصاص. أيام كان عندنا بعض الأحيان في قصاص تجد الناس يسقطوا يغمى عليه، اليوم لا، عاد طبيعي كله يصور يا رجل، الآن كله تصوير. والله صدق ما تتبع القلوب نسرعه في السلام. نعم. إذن هذا الرياء، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابة من الرياء، إذن أنت من باب أولى، ولا تفتح باب شر على نفسك. يعني الآن هذا الشيخ الآن لو فتح باب رياء ما قرأ هنا عندي، صح؟ ويقرأ بصوت جميل، قل ما أنا ما أبالي بهؤلاء، أقرأ أصلي بالناس وأعلم الناس أريد رضا الله، يأتيني الشيطان لا علي. لأن لو فتحنا باب الرياء لا يطلق اللحية ولا قصر الثوب ولا يطلب العلم ولا يصلي ولا يصوم، نسأل الله عافية السلامة، يوصل الشيطان إلى أين؟ الشرك، كما أحد صلى ولا أحد علم، صح؟ لا تفتح هذا الباب، اغلقه، لا يوجد رياء عندي أصلا وانتهى الأمر. يوجد بالعلاج، لكن هذا من علاج الرياء، أغلق هذا الباب ولا أفتح الباب الثاني، ترك العمل خوفا من الرياء. نعم. الآن ذكر باب خطير جدا أخطر من باب الرياء، قد يرائي في صلاة، قد يرائي في عبادة، يروح العمرة وتصور ونزل دمعتين واستقبل الكعبة، المهم، وأصبح الحج والعمرة فيلم سينما. والله أخواننا كان عندي في رمضان، أسأل الله القبول لي ولكم، رمضان أنا أذكر لكم هذا بس حتى تعرفوا الموقف. والله يا شيخ أنا ما تمالكت نفسي، رمضان إحنا في العشر الأواخر أظن الله أعلم، وفي الفلبين، ودرسي بين صلاة العشاء والتراويح، يعني أفضل أوقات تقريبا تقول. جيت أول ما وصلت نزلت من السيارة، جاني واحد من الشباب في البنين، وأنا ظنيت يريد إيش؟ سؤال فتوى، صح؟ قال بالله صورة، قلت لا، تركته صعدت إلى المسجد. أول ما دخلت المسجد هم انتهوا، أنا صليت العشاء الخارج، هم ينتظروني، صلي العشاء انتظروا، وصلى انتظروا الدرس وبعدها صلاة التراويح. دخلت العالم في المسجد، كل واحد بالجوال اللي يصور، طق 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 طق. أول ما جلست أنا والله يا رجل طق 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 تسمع بس طق. المهم أنا جلست، والله يا أخوانا أنا يعني الدرس ذهب عني، إيش أتكلم نسيت. هذا مترجم، قلت المترجم ترى ترجم كل ما أقول، خلاص يعني والله بعد. فقلت لهم أنا عندي سؤال، أنا مغني، أنا ممثل، يا إخوانا بديت أشك في نفسي، والله نحن الآن ليش جئنا؟ جئنا التصوير؟ لا مانع أن تسجل المحاضرة، هذا يعني الشيخ بن عثيمين رحمه الله من العلماء من يفتي بهذا من أجل نشر العلم، أما تعال صورة تذكار كذا، فأصبحت الآن المحاضرات والندوات والمشايخ للتصوير. شو يسموهم؟ هذا ما يصور مع بعض؟ هذا مهم سيلفي. وسألت واحد من الشباب يوم قلت ايش السيلفي؟ قال السيلفي هذا طق. اسهل ما يكون. اصبح الان مشايخ عندنا لهذا، والله صدق اصبحنا التصوير. فقلت لهم انا مغني ممثل، يعني لماذا قد يكون الطالب سببا لافساد نية المعلم؟ ومن عادة انا جيت التصوير؟ اذا ما اتي انتهى الامر. نعم الشيخ. المهم هذا الباب خطير أخطر من باب الرياء، ما هو؟ قال قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أن يريد الدنيا بعمل الآخرة، يريد الدنيا بعمل
كيف؟ أيام الاختبارات بعض الناس يصلي وما يصلي وما يسب وتصدق، صح؟ ولا مخدرات ولا دخان ولا شيء، حتى تطلع النتيجة وخلاص خطب سعاد وبدأ يصلي واستغفر أدعو الله يتصدق حتى تخرج الموافقة ومع السلامة، صحيح؟ وبعض الناس صلي بالناس، قال لا والله أخي الأوقاف وقفت المكابرة، قال السلام عليكم. كيف نعرف هذا يريد الدنيا بإيش؟ لأن المرائي قد يرائي، قلنا في إيش؟ في صلاة، لكن هذا لو كان إمام للناس ويصلي من أجر الراتب، إذا كل صلواته شرك. كيف نعرف أنه يريد الدنيا أو الآخرة؟ عندنا ضابط واحد، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وأنت احكم على نفسك واحكم على غيرك. يوم يترضى على الأمير لأنه أعطاه الأمير وهذا وقت صرف مكافأة السنوية، ويوم يحصل كذا ولا كذا قال والله الحكومة وكذا، يدرس في الجامعة طيلة السنوات يمدح في الجامعة، إذا تخرج بدأ يسب في الجامعة، إن أعطي راضي وإن لم يعط غضبك ورضاك يكون لمن؟ إذا كان للدنيا باب من الشرك إرادة المرء بعمله الدنيا. يا أخي انتبه، لا تغضب وترضى إلا لله. عندنا في الدراسة جاني اثنين طلاب متخاصمين، تعرف مشاكل الطلاب ما تنتهي. فالمهم جاء طالب ثالث قال أنا حل الإشكال. قلت تفضل، تعرف إشكال الطلاب ما ينتهي. وجاني هذا طالب كبير في السن قال أنا حل الإشكال بين الطلاب. فقال ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. حل الإشكال صح؟ أي والله خوارج عندنا في هذه الأيام، في كل وقت الخوارج، الغضب والرضا أجر الدنيا، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فرعون ذكي، عارف أنه ما يريد المال فقط، يريد المال وإيش؟ منصب، صح؟ لذلك اليوم يقتل خاله وخالته والده وعمه بسبب يعطوه منصب. قال أنت أمير الحجاز والشام يا رجل، هو ما عنده وظيفة أصلاً، ما متعلم، ما عنده ابتدائي، فيضحك عليه قال أنت أمير، أمير إيش؟ ونعطيك من الحوض العين 10. طب إيش تصنع؟ قال اذبح، اذبح اللي تريد. والله من جد إخوان، الغضب والرضا من أجل الدنيا. نعم، إذا هذا الباب خطير جدا. نعم، كيف نعرفه أن أعطي رضي الله تصرف؟ نعم. قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. اتخذهم أربابا لأنهم يعني لأنه قدم طاعة هؤلاء على طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية. إذا اعتقد أن حكم الله لا يصلح أو حكم فلان من الناس أو القوانين أو الطواغيت اعتقد أحسن من حكم الله، هذا كافر كفر أكبر. لكن إن اعتقد حكم الله يجب أن يطبق وقدم حكم القوانين لحب الدنيا مثلا، هذا كفر دون كفر، كفر أصغر على خطر عظيم، لكن لا يخرج من الملة. نعم. قال باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآية